للمزيد من المتابعة والتحليل حول تأهل منتخب الفراعنة للربع نهائي المونديال الإفريقي ينضم إلينا الناقد الرياضي عبر الهاتف شريف عبد القادر. كابتن شريف، بعد التحية، كيف تابعت هذه المباراة والتي تأهل فيها المنتخب للدور القادم بعد شوطين ثم شوطين إضافيين؟ بحيي حضرتك وبحيي مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا تابعتها كمشجع الأول وكناقد رياضي لأن كنت بكتب المباراة. يعني الحمد لله الحمد لله، تأهل مستحق، تأهل عن جدارة واستحقاق. تسيدنا المباراة أو أغلب فترات المباراة أمام منتخب قوي، منتخب منظم جدا، منتخب يملك عناصر مميزة في كل الخطوط، منتخب أقصى حامل اللقب في مباراة الجولة الثالثة في المجموعة الخامسة، منتخب الجزائر المنتخب القوي برضو. يعني بالتأكيد النهاردة عندنا أكتر من نجم في المباراة، ولكن هناك نجوم فوق العادة، أولهم خط الدفاع وحارسي المرمى سواء الشناوي أو أبو جبل. الشناوي يعني تصدى العديد الكرات الخطرة، وأبو جبل تصدى الكرة خطيرة جدا في الوقت الإضافي، ثم ركلة جزاء حاسمة في تأهلنا لدور ربع النهائي. بالتأكيد النهاردة أول مباراة منذ فترة طويلة يخوضها المنتخب المصري أمام منتخب قوي وما ياخدش رجل المباراة حارس المرمى أو حد من الدفاع. يعني دايما بنبقى مضغوطين وبنبقى يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا في الدفاع أغلب الفرق القوية، لكن النهاردة النني خد رجل المباراة ويرد على كل من يعني اتهم النني بالتقصير أو بتراجع المستوى. النهاردة كان أحد نجوم المباراة هو ومحمد صلاح، طبعا نجمنا الكبير اللي سدد ركلة الجزاء الحاسمة الخامسة. بالتأكيد فوز مستحق، بالتأكيد جهد كبير جدا بذل اللاعبين طوال 120 دقيقة إضافة للوقت الضايع. بالتأكيد كروش استفاد بشكل كبير جدا على غير العادة. كابتن شريف، لو تسمح لي، كثير من النقاد تحدثوا عن التشكيل الذي لعب به كروش في هذه المباراة، وربما هو الذي أدى لاستبسال الفريق والحصول على هذه النتيجة. كيف تبعت وحللت ما قام به كروش من هذه التشكيلة الجديدة؟ أولا كروش زي ما كنت بقول استفاد جدا جدا من مواجهة تونس ونيجيريا، وكيف أن المنتخب التونسي اللي كان بيعاني زينا وكان في حالة هجوم شديد جدا على لاعبيه بعد الخسارة أمام جامبيا في دور المجموعات عاد من بعيد وتفوق على المنتخب النيجيري وكان يعني تحكم في رتم المباراة. نفس السيناريو هتلاقيه النهاردة بس مع إضافة كم الفرص الهائل اللي أضعها منتخب مصر مقارنة بمنتخب تونس أمام نيجيريا. يعني احنا النهاردة أهدرنا عديد الفرص وكان ممكن المباراة تخلص بوقتها الأصلي. كروش استفاد بطريقة اللعب مش بالتغييرات. يعني يمكن هو تغيير وحيد بس حمدي فتحي بدلا من عبد الله السعيد عن مباراتي غينيا بيساو والسودان، ولكن وجود حمدي فتحي في عمق الدفاع ادانا أفضلية كبيرة جدا في السيطرة على الهجوم القوي لمنتخب كوت ديفوار. أيضا قفل غلق الملعب، التحكم في رتم المباراة، سرعة الهجمة، سرعة النقل الكرة، الباص في الرجل، ما عادش فيه العشوائية الهجومية اللي كانت بتصيبنا في أغلب المباريات خاصة قدام نيجيريا، وشفناها رغم تواضع مستوى غينيا بيساو والسودان كنا برضو مستوانا متواضع جدا. لكن النهاردة عودة لمنتخب مصر، عودة للالتفاف حوالين منتخب مصر أمام مواجهة قوية في نصف ربع نهائي أمام المنتخب المغربي. عايزين ننسى، عايزين هو طبعا المنتخب المغربي ربما يكون هناك بعض الانتقادات من جانب المنتخب أو من جانب الجماهير، لكن اللافت للنظر اليوم هو مؤازرة كثير من المشجعين المصريين وهتافهم كان في المدرجات لمؤازرة المنتخب الوطني. بتمنى طبعا كل الشكر والتقدير لحضرتك كابتن شريف عبد القادر، وبنتمنى لمنتخبنا في الأدوار القادمة إن شاء الله طبعا التوفيق والسداد وإن هم يحققوا ويرجعوا لنا ببطولة كأس الأمم الإفريقية. شكرا جزيلا كابتن شريف.